عندك فكر تقدري من خلاله تفرضي وجهة نظرك بقوة. انا حاربت والله، وحاربت في كتاباتي وكتبت شغل كتير، ما توقفتش عن الكتابة ابدا، برغم ان انا ما فيش ظهور وما فيش شغل بيتنفس، بس انا ماسكة قلمي وبكتب. حاولت اتقدم بمشروع لوزارة الثقافة، حاولت ان انا طيب اعمل حاجة من خلال المسرح، طب اعمل حاجة من خلال السينما، كانت احيانا بتسمح لي الظروف ان اعمل ده، بس في اوقات كتير كان بيبقى ده صعب. لكن هو اهم حاجة ان الكتابة الحلوة تكون موجودة، مش مهم تطلع امتى، ان شاء الله تطلع بعد ما امشي. بعد الشر عليك يعني. لا عادي، ده وارد بالنسبة لينا كلنا، مش يعني الموت حق علينا، مفيش مشكلة، بعد الشر. بس طالما الكتابة موجودة انا ما عنديش اي قلق، وانا موجودة بكتابتي وبقلمي وبابداعي. حكاية الظهور مهمة، بس صدقيني المبدع الحقيقي ما عندوش وقت على فكرة للحاجة دي، ما عندوش وقت. انا حاولت اعمل ده بس ما عنديش وقت، انا عايزة اقرأ، عايزة اكتب، عايزة اشوف، عايزة اسمع، فبلاقي اليوم خلص. ايوه ما فيش وقت اعمل حاجات تانية، والتسويق دي موهبة تانية. ما هو بالظبط كده، هي التسويق فعلا، لان في ناس بتسوق لنفسها تسويق اعظم من قيمة انتاجها. ما هو الانتاج ده والابداع ده في حد ذاته موهبة، والتسويق موهبة تانية. انا بقى قادرة على التسويق، يبقى ابداعي معلش ما هو هينزل شوية، لان ده بياخد من الطاقة ومن الوقت. انت هتجيب منين يعني معك وقتك؟ حق. وده انت شوف اللي مسويين نفسهم وعلى اعلى مستوى موجودين 24 ساعة، بص في تاريخهم وفي تاريخ ابداعهم. ومش مش حافرين في الوجدان يعني. ممكن يكون انتاجهم كتير او، لكن اللي بيتحفر في الوجدان مش الكتير. طب عندي سؤال تاني، بس اتفضل. في النص حد تاني عنده القدرة على التسويق وعنده الإبداع الكويس، يعني انت يعني فاهماني؟ انا مش بنقول في المطلق اكيد، في يعني ما بس فيش. انا بعترف ان انا عندي مشكلة، انا عارفة ان الشخصية فيها ديفو ما، عارفة ومعترفة بيه، واجهته وكتبته. يعني انا وقفت الكل لشخصيتي ولكل العيوب اللي فيها، وطلعت منها ابداع، صورت المشاكل دي في حالات ابداعيه وفي قصايد وفي اغاني، ما سكتش. انا عارفه ان انا حد شويه خجول، منعزل، في شويه وحده او توحد زي ما تحب تسميها، يعني يا هنانة بالتوحد، إذا كان هيبقى نتاجه بس هو عظمة ده زي اللي بتعمليها. نتاجه، هو ده نتاجه ان انا قادره اكتبه وبكتب كويس، وبحمد ربنا. انا شايفه ان هي منحه، او هي كانت محنه وانا حاولتها المحنه. الحقيقة في الوسط كمان الثقافي أنت من الكاتبات المعتبرات ربنا اللي ليهم يخليكي، وزن ربنا وليهم يخليكي يا قيمة. باشا، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي ليكي. سر التعاون المتكرر مع منير، محمد منير الكيلنج، ويمكن انت اشتغلتي معاه اغاني كتير جدا عظمه عظمه. تبقى اغنيه بكار.